مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 8، اليونت السادس الدرس الثامن. عنوان الدرس A Postcard from Fuad، طابع من فؤاد. بالبداية يقول لي فؤاد send a postcard from Japan to his friend صالح in بصرة. انتبه وياي، حاليا اتفقنا بالدرس السابق انه حاليا فؤاد وين؟ فؤاد باليابان. فأرسل طابع أو رسالة إلى صديقه، من هو؟ صالح. وين عايش صالح؟ بالبصرة. شي يطلب من عندي، يقول لي read the postcard، اقرأ هذا الطابع، then answer the questions، ثم أجب على الأسئلة المتعلقة بهذا الطابع. هسه ركز وياي، بالبداية راح نقرأ المقطع النص اللي منطينياه أو الرسالة اللي كتبها فؤاد من اليابان إلى صديقه صالح بالعراق أو بالبصرة. نقرأ هذه الرسالة وراح نجاوب على هذه الأسئلة المتعلقة بها. بالبداية يقول له هاي صالح، مرحبا يا صالح. Japan is a wonderful، اليابان رائعة مذهلة. يوكي's family have been really kind، عائلة يوكي كانت جدا لطيفة. They've taken me everywhere، لقد أخذوني لكل مكان. I visited Disneyland، قمت بزيارة ديزنيلاند، ومنطيني صورة ديزنيلاند. That was fantastic، لقد كان ذلك مذهلا. I've also been to traditional Japanese play، لقد ذهبت إلى مسرحية يابانية تقليدية أو قديمة. I didn't understand a word، لم أفهم ولا كلمة منها. But it was interesting، لكنها كانت مثيرة أو مهمة أو ممتعة. To see، ممتعة لرؤيتها. Japanese food is delicious، الطعام الياباني لذيذ جدا. I've even tried some raw fish، كذلك أكلت سمك ني. And it was quite good، وكان بعض الشيء جيد. I bought a new computer for you، اشتريت حاسوب لك. I hope you like it، أتمنى بأن يعجبك. See you soon، أراك قريبا فؤاد. إذن هذه الرسالة دازها فؤاد، مثل ما تعودنا أنه من هنا نكتب اسم الشخص اللي دازي الرسالة، العنوان، العنوان الدقيق، العراق، البصرة، البريد أو المكان اللي يسكن به هذا الشخص اللي دازي الرسالة إلى آخره. إذن قرأنا المقطع النصي، عرفنا المعلومات مالته، وراها شي يقول لي، يقول لي How does Fuad feel about his holiday؟ كيف شعر فؤاد عن عطلته؟ لاحظنا أنه فؤاد أكثر من مرة ذكر أنه interesting، ممتعة، wonderful، رائعة. إذن هنا أنا راح أجاوب، أو الأستاذ راح يسألني بطريقة شفوية بداخل الصف، فأنا كذلك راح أجاوبه بطريقة شفوية. إذا سألني How does Fuad feel about his holiday؟ كيف شعر فؤاد بعطلته أو عن عطلته؟ أقول له مثلا he felt happy، كشعر بالسعادة. It was interesting، كانت ممتعة، إلى آخره. Which words in the postcard tell you this؟ زين يقول لك شنو هو الشيء اللي يقول لك أو اللي يخبرك أو اللي قال لك إنه فؤاد شعر بالاستمتاع أو بالسعادة في عطلته. ذكرنا بالقطعة إنه مثلا قال it's interesting، ممتعة، wonderful، رائعة، مذهلة، إلى آخره. هذه الكلمات أثبتت لي إنه فؤاد كان سعيد بقضاء العطلة مالته. النقطة الثانية note down the things has done in Japan، اكتب الأشياء التي فعلها في اليابان. ذكرنا أنه باليابان قام بفعل عدة أشياء، من ضمن هذه الأشياء اللي فعلها visit Disneyland، قام بزيارة Disneyland، traditional Japanese play، شاف مسرحية يابانية تقليدية، أكل أكلات روفش، سمك ني، إلى آخره، واشترى كاميرا، اشترى كاميرا لصديقة صالح، إلى آخره. هذه الأشياء اللي قام بفعلها باليابان. وراها إذا تلاحظون بكتاب النشاط بتمرين رقم واحد نفس الفكرة، هو نفس الرسالة اللي كاتب ليها أو اللي انطانيها أو اللي قريناها منطينيها بكتاب النشاط، ومنطيني الأسئلة اللي قلناها بجواهن على مود أقدر أجاوب على هذه الأسئلة أو أكتب إجاباتي بهذه الفراغات. على مود يقول لك ما تكتب على كتاب الطالب، يكون كتابتك فقط على كتاب النشاط. فنفس الإجابات اللي طلعناها تكتبوهن بنقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين. تمرين رقم واحد يقول لي listen to هشام reading his postcard، استمع إلى هشام، شخص اسمه هشام، بيقرأ البوست كارد أو الطابع أو الرسالة again مرة أخرى. And answer the questions write note، ثم اكتب ثم أجب على الأسئلة التالية باستخدام ملاحظات. فركزوا وياي، يعني أنا محادثة دارت بين هشام وماذر، هشام وأمه. فهشام شو يقول؟ يقول I've just had a postcard from مصطفى،
يقولها يقول للأمة يقول لقد حصلت على رسالة من صديقي مصطفى. He's on holiday. إنه في عطلة. In France. في فرنسا. فأمة جاوبة. Oh, what does he say? ما الذي يقوله؟ Read it to me, please. اقرأها لي رجاء. فيبلش يقرأ لها الرسالة. يقولها okay, dear هشام, عزيزي هشام, France is fantastic. فرنسا مذهلة. I've done lots of things. فعلت الكثير من الأشياء. I've been up to Eiffel Tower. ذهبت إلى برج إيفل. Everybody does that when they visit Paris. الجميع يفعل ذلك عندما يزور باريس. هنا نعرف أن فرنسا مشهورة ببرج إيفل. فأي واحد يذهب إلى فرنسا راح يروح لهذا البرج المشهور. You can see the whole of Paris from up there. يمكنك رؤية كل باريس من أعلى قمة برج إيفل. I've also visited one of the biggest museums in the world. كذلك قمت بزيارة أكثر المتاحف شهرة في العالم. The Louvre, اللي هو متحف اللوفر. It was really interesting. لقد كان جدا ممتع. French food is different. الطعام الفرنسي مختلف. But it is very nice. لكنه لطيف جدا. I've even tried some frog legs. كذلك حتى أنه أنا جربت من الأطعمة المشهورة في فرنسا اللي هو طعام ساق الضبع. I bought some new clothes. اشتريت بعض الملابس الجديدة. For myself and a CD for you. اشتريت ملابس لي واشتريت قرصا لك. I hope you like it. أتمنى بأن يعجبك. See you at home. أراك في البيت أو أراك في الوطن. In Iraq, في العراق. Soon, قريبا. وبالأخير كعيلة مصطفى. الشخص اللي لازل الرسالة هو مصطفى. قرأنا النص أو قرأنا الرسالة. يقول الآن جاوب على هذه الأسئلة المتعلقة بالرسالة. Where is مصطفى on holiday? مصطفى اللي دز الرسالة وين؟ حاليا وين متواجد؟ In France. في فرنسا. النقطة الثانية. Where does he come from? من أين هو؟ نعرف أن مصطفى from Iraq. من العراق. أكيد هو شخص عراقي ودز الصديق العراقي. What famous places has he visited? ما الأماكن المشهورة التي زارها؟ قلنا زار شغلتين اللي هن الايفل تاور برج ايفل والميوزيوم. ميوزيوم اللي هو المتحف لوفر ميوزيوم متحف اللوفر. What does he say about French food? ما الذي قاله عن الطعام الفرنسي؟ قلنا انه قال عن الطعام الفرنسي نايس لطيف. بعد وكذلك ذكر انه different. شنو معنى different؟ معناها مختلف، مختلف بعض الشيء عن الطعام العراقي. What has he bought? ما الذي اشترى؟ اشترى بعض الكلوتس الملابس وسيدي قرص سيدي لمن؟ الصديقة هشام. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين مجرد تمرين كنشاط صفي. الأستاذ إما يعلق المقطع الصوتي داخل الصف ويطلب من الطلاب أن يستمعون للمقطع الصوتي وعلى أساس فهمهم للمقطع الصوتي يجاوبون على هذه الأسئلة اللي راح يسألها بطريقة شفوية بداخل الصف كتحضير يومي، أو يطلب من عندهم أن يكتبون إجاباتهم وراها كل طالب يسأل على حدة ويقرأ الطالب يقرأ إجابته من خلال المقطع الصوتي اللي شغال داخل الصف. وإذا ما متوفر المقطع الصوتي من الممكن أن الأستاذ هو يقرأ هذا المقطع النصي بداخل الصف ومن ثم يخلي الطلاب يجاوبون عنه. إذن هو مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 2 يقول لي write a postcard. ركزوا يا هنا طلاب. يقول لي اكتب طابع. تقريبا ماكو فرق بين الطابع والرسالة. نفس الفكرة. همي أنا أكتب بالبداية عنواني الشخص اللي داز الرسالة إلى آخره. وأبدي بهاي مرحبا أو دير عزيزي إلى أو هلو أهلا إلى آخره. زادا اسم الشخص اللي أنا داز الرسالة. وكذلك أكتب أو أتبع نفس الخطوات اللي تبعناها بالدرس الأول من هذا اليونت. شلون أكتب رسالة لصديقي لشخص أنا أعرفه. أذكر المواضيع اللي أحب أتطرق لها مع زميلي بالرسالة. ومن ثم أكتب بالأخير see you soon. أراك قريبا. ومن ثم أكتب اسمي. فمثلا أنا كتبت هذه الرسالة. I am visiting Iraq now. أنا أقوم بزيارة العراق الآن. It's a nice country. إنه بلد لطيف. I arrived yesterday. لقد وصلت البارحة. I stayed in a 5-star hotel. بقيت في فندق 5 نجوم. The weather is too hot. الطقس جدا حار. خلنا نضم شوية هنا طلاب. أنا بالملاحظات إيش قايل؟ قال لي imagine you are a visitor on a holiday in Iraq. هسه واحد من الطلاب يقول لي شنو؟ يقول لي استاذ ليش اختارت العراق؟ طب انت ليش ما اختارت بلد ثاني؟ مثلا رحت لزياره ايجيبت مصر او ايطاليا. ليش اختارت العراق بالذات؟
هو ده يقول لي، يقول لي اريدك انت تتخيل انه انت زاير العراق كشخص اجنبي وجاي تزور العراق، فانت اكتب صديقك الشخص الاجنبي الاخر شنو الاشياء اللي لاحظتها بالعراق، فاحنا ده نكتب وكانه احنا زايرين العراق، فاقول لك بطس جدا حار، the Iraqi people are very kind، الناس العراقيين جدا لطيفين، the Iraqi food is delicious، الطعام العراقي لذيذ، I ate dolma، اكلت اكلة الدولما مشهورة بالعراق، and مسقوف واكلة المسقوف، some of the Iraqi men are wearing دشداشة، من الازياء التقليدية بالعراق، شلون احنا عندنا اخذنا بقطعة اليابان او قطعة يوكي، انه زي التقليدي للياباني للنساء هو الكيمونو، فالزي التقليدي العراقي للرجال هو الدشداشة، and women are wearing scarf and cloak، والنساء ترتدي الوشاح والكلوك، الكلوك اللي هي العباءة. I've taken some photo of you أو photos of you، التقطت بعض الصور لك على مود أدزلك إياها. See you soon، أراك قريبا، وبالأخير اسمي أنا اللي داز الرسالة طه. هذا كذلك مجرد تدريب إضافي أكثر على كتابة الرسالة، وهنا اللي يقول لك ركز على الأشياء اللي راح تلقاها بالعراق إذا كنت أنت كسائح أجنبي. يعني مثلا فؤاد من راح لليابان شاف مجموعة من الأشياء الغريبة اللي ما متعود عليها، مثل الكيمونو، مثل التشوبستيكس، مثل الأشياء اللي شرحناها في الدروس السابقة. الآن قال لك أنت تخيل أنه أنت أجنبي وتزور العراق، لما نزور العراق أنت كشخص أجنبي شنو الأشياء الغريبة اللي راح تلاقيها؟ هل الأشياء اللي ممكن اللي حينتبه لها الشخص اللي يزور العراق؟ هذا كذلك نجاح صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن الدرس كله عبارة عن أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، من مجرد بوستكارد أو طابع أو رسالة دزها فؤاد لشخص اسمه صالح، قرأناها، جاوبنا على الأسئلة اللي راح يسألنيها رسالة داخل صفقة تحضير يومي، ومن ثم قرأنا رسالة أخرى سألنا مجموعة من الأسئلة عنها كذلك جاوبنا عنها، ومن ثم إحنا كتبنا رسالة لشخص آخر وتخيلنا نفسنا كسائح أجنبي يزور العراق وشنو الأشياء الغريبة اللي راح يصادفها أو يلاحظها هذا السائح الأجنبي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف.